فايل انطلاقاته وتحدياته هنا المتميزة التي نتابعها بأداء مميز وعرض جميل وأسماء تتواجد أيضا لها وزنها لها ثقلها لها أيضا سجلاتها على أرضية الميادين في مسافة 6 كيلومترات بهذا التحدي وبهذا الانطلاق هنا في مهرجان سيدي ولي عهد دبي الذي ينطلق هنا على أرضية هذا الميدان ويومه الخامس الذي يسير في هذه الانطلاقات. نتابع صدارة، نتابع المقدمة، نتابع مستحيل خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يطلق مستحيل على صدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر هو المنطلق هناك بهذه التحديات. مرموق ياتينا في المركز الثاني لعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من يتابع مرموق على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث من الجانب الاخر ياتي الحذر لمبارك بن محمد بن نصرة العامري من ياتينا على المركز هنا اذا الرابع في المركز الثالث. المركز الرابع والتدخل مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات هنا والمنطلق بهذه التحديات الجميلة. هناك الشهم من وصل مشاهدينا الكرام لسهيل بن رملي بن محمد العامري من ياتينا على المركز هنا ايضا الثالث في هذه اللحظات وعلى المركز الرابع. المركز الرابع ورابع المنطلقين والمتحديين ياتي مشاهدينا الكرام هنا بانطلاقه وتحدي هذا الشوط بهذه الانطلاقات والتحديات. نتابع مشاهدينا الكرام هنا المنطلق هنا شايم محمد بن احمد بن حسن العامري من ياتينا هذه الانطلاقه وصل مبشر العبيد بن سالم بن مصبح بن جرش الغفلي من ياتينا بهذه اللحظات بهذا الانطلاق سادس المراكز. المركز السادس هو القادم هنا فداع شحمي بن سعيد بن فلاح الاحبابي من يقدم لنا فداع هذه الانطلاقه. الوصول مشاهدينا الكروم هنا ايضا من مشاكل هنا رغش بن محمد بن سهيل بحسن العامري منطلقا ايضا بهذا الاداء الجميل. وصل ايضا شعار عاطف بن علي بن عطية من وصل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات انطلق باداء هنا وتسلل بانطلاقته الجميلة بهذا التحدي هنا على ارضية هذا الميدان بهذا الاداء هنا المتحد. المنطلق هنا عاطف بن عطية بن حسن القرشي والوصول ايضا هنا في هذه اللحظات القادم هنا والمتسلل الواش سلطان بن خاتم بن محمد الشومسي من ياتينا مع الواش هذه اللحظات هنا المتسلل هذا الاداء. المركز التاسع والقادم هنا وصل السامر بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات الجميلة هنا بهذا الاداء المميز الجميل وانطلاقة هزاع بن محمد بن منانة من يتابعه هنا على ارضية الميدان ينطلق في هذا الاداء على المركز العاشر. اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة، اعود الى صدارة هذا الشوط الى المركز الاول هو الصدارة هنا بهذا الاداء الجميل. وبالرملي من غير هنا مع الشهم على الصدارة على المقدمة سهيل بالرملي بن محمد العامري من ياتي على المقدمة وعلى المركز الاول. الحذر في المركز الثاني هنا ايضا مع رجل المفاجآت المنطلق هنا مبارك بن محمد بن نصرة العامري من ياتينا على
المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث والمنطلقون في هذا الأداء والتحديات شايم محمد بن أحمد بن حسن العامري وبن جرش هنا مع مبشر عبيد بن سالم بن مصبح بن جرش من يأتينا انطلاقته على المركز الرابع. المركز الخامس هنا السامر 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 المنطلق بهذه التحديات على خامس المراكز هزاع بن محمد بن سعيد بن منانة من يأتينا بانطلاقته وتحدياته. المتحد لعاطف بن حسن بن عطية القرشي أيضا قادم بهذا الأداء. الله الله الشعارات قوية والأسماء أيضا باحثة عن الفوز وعن الناموس. وصل هنا بأول نداء صغان ناصر بن مسعود بن علي بن حمدة المري من يأتينا بهذا الانطلاق وبهذا الأداء. الله الله الشعارات قادمة هناك والأداء المميز الجميل هنا مجد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. وأرى أيضا اسم آخر هنا السليماني مصبح بن نايع بصروح النعيمي من يأتينا. ووصل عاشرا هنا بن عمان بن عمان مع سياف سياف سعيد بن سالم بن سعيد بن عمان المهيري مع سياف. أعود إلى صدارة أعود إلى المقدمة أعود إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى الشهم المنطلق بصدارة المنطلق كالسهم على المركز الأول. الشهم هنا بانطلاقة وتحديات سهيل بن رملي بن محمد العامري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. السامر في المركز الثاني هزاع بن محمد بن سعيد بن منانة ولكن أرى التسللات بن رشيد قادم مع لوضيحي لوضيحي خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا لوضيحي قلب موازين هذا الشوط. راس على عقب بن نايع من الجانب الآخر مع السليماني مصبح بن نايع بصروخ النعيمي أيضا بانطلاقته وتحدياته. وهنا هنا شعار بن هريم الله الله شعار بن عويضة شعار راهي شعار راهي شعار راهي يأتينا في هذه اللحظات. هنا المنطلق بهذا الأداء الجميل مجد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي ولكن لو ضيحي لو ضيحي على الصدارة لو ضيحي على المقدمة على المركز الأول. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المنطلق مع لو ضيحي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني السليماني مصبح بن نايع بصروح النعيمي. المركز الثالث مجد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة. وأرى هنا هنا اسم جديد وصل عزام بدر بن سليمان بن محمد هنا أيضا المسكري من أتانا ولكن الله لو ضيحي لو ضيحي على الصدارة لو ضيحي على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة لو ضيحي لو ضيحي لو ضيحي هنا بانطلاقته وتحدياته الجميلة. هنا خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي سلام لجميرة سلام سلام لجميرة سلام على أداء هنا الوضيحي وأداء المميز. تهانينا لبمانة عاشق السلالة الشاهينية على فوز الوضيحي في المركز الأول. تهانينا والناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية. بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام مجد ناصر بن حمد السيل بن عويضة. المركز الثالث الشهامة لسهيل بن رملي بن محمد العامري. وعلى المركز الرابع شعارك أيضا يا بر مطر باللهجة الهايري من وصل مشاهدينا الكرام على المركز الرابع مشاهدينا الكرام اللي هو أيضا هنا أيضا يأتينا منصح بهذه الانطلاقة لأيضا عبد الله بن سلطان بن محسن العامري. وعلى المركز الخامس كان السليماني لمصبح بن نايع بصروخ النعيم. يعود إلى التوقيت توقيت لوضيحي هنا بانطلاقته وتحدياته. هنا من سجل أيضا 9:02.4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز أيضا لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وأنجال الكرام رينا لهم والناموس. بينما المركز الثاني كانت انطلاقاته هناك مجد من أتى على المركز الثاني هنا أيضا لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة. ومن سجل مشاهدينا الكرام توقيت زمني مقدار
هنا في هذه اللحظات 9 دقائق 5 ثواني جزئين من الثانية، بينما المركز الثالث كان شهم هناك على المركز الثالث ب9 دقائق 5 ثواني وأيضا 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسهيل بن رملي بن محمد العامري، تهانينا لجميع الفائزين في أمسية هذه الليلة. مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، أسعد الله مساكم جميعاً.